وهناك كاين البرد مزيان. القرش راه كان هنا، كان هنا القرش. واش الاخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في البارتو ديال الفلوغ ديال بارتو في دوغ ماد. في دوغ ماد اي تي دلس حدا زاود البروفار. تبارك الله عليكم. انت قلتي كلشي انت. ها خويا، ها هو خويا راه جاب لينا، قال لك الديسير هو اللون، الديسير هو اللون العطاشي. يا سلام عمي، كان هدى عمي هذاك اخويا، قبح الله يوسعك. لا ولا عمنا كاملين الاخوان، هذا البارتو غادي نبداو ان شاء الله بالقص بالماكله، طاجين بلدي ديال البلاد. راه غنصور لهم الطاجين عاوتاني. ضروري ضروري الحمراء حتى هي. شوف بيتي انت الحمراء. يلا سير. تبارك الله على العم. ضرب عليها شي ميزان، ضرب عليها شي ميزان. اه اه هو 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 تمام. ويلي 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 يا عمر زلقنا بصح ايه تحرف زوري ديوا. اه اش كنا كنقولوا قبل؟ قلنا انت قلتي الدجاج. قلت الدجاج. انت قلتي الدجاج. الوالد قال الدجاج. اه الدجاج صدق اللحم. واه شتا نغلو بسم الله. واش تا الكراس الاخوان عاد تغدينا دابا الغدا كي جاكم الدراري. يا سلام وعمي. عمي شكرا عمي، شكرا الله يحفظك عليك عمي. شكرا عمي. المهم الاخوان غادي دابا لواحد البلاصه اللي واعره بزاف. هذه هي الزاود الرفار. هي هذه هي هذه الزاود الرفار. المهم اللي بغيت نقول لكم هو اننا غادي للعين ديال ايدو قماز. يتحموا العين، يتحموا العين ديال ايد حمو الخوت. غادي نعوموا فيها، فيها واحد الماء بين اللوري واعر بزاف. ايدو قماز ياك، ايدو قماز. ما كتسال الواليد هاك شد الكاميرا، هاك شد الكاميرا، هاك شد الكاميرا وقول لهم الماء ديالو شي. هذا الماء ديالها هذه غنمشيو للمنبع. المنبع وين تمدون؟ وهاد العين هذه هي السبب ديال يعني ان الناس تسكنوا في هاد البلاصه هذه. كل ما كانتش هاد العين الحياه ما غاديش تكون هنا. كما قال الله تعالى وجعلنا من المياه كل شيء. الماء ولا المياه؟ اه الماء. اه الماء عشانك. اوه ياهو، عاد وصلنا دابا للعين. كيف ما كتشوفوا الواليد كيقلع قلع على الواليد. دابا بغينا نعوموا في البير. العين ديالي تحمو، العين ديالي تحمو. شوف الخوت الماء بين اللوري. اش كيدير الماء؟ كيدير الماء. والله والله شوف الاخوان، شوف شوف الاخوان الداخل كيدير. تخيل ديك الكاميرا طيح. هذيك الواليد تعرى بصح. يلا يلا دخل، ندخلوا الكاميرا الخوت للداخل. للداخل واخا، المهم ما كاينش الريسك بزاف. المهم غادي ندخلوا. كاين الحوت تما. كاين الحوت. اش كاين تما؟ الشر ولا الشر؟ العين ديالي تحمو. واش الشر ولا الشر اللي كاين تما؟ بحال سيدي حرز مازال. واش هو اش من نوع ديال الحوت كاين تما؟ كاين الشر وكاين الشرغو. ايوا الصمطه ما كايناش. الصمطه نهربها ونوضها. سير شما دقتي هنا؟ اه عتقت انا شحال واحد يال. واحد الدري صغير عنده 10 سنين عتقتو مسكين، كان غادي للداخل وتما للداخل عامل فين؟ كاين واحد بوسكا عتقتو تبقاش الحوت بوسكا. لا كاين بوسكا ولكن راه الداخل مسكين. بسم الله. يا سلام يلا خليها للداخل. يا سلام خليها للداخل. الواليد عندك غرق ليا. هانتوما الاخوان دخلنا للداخل. صبر 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 اي. يا سلام واو على امي كي دايره. سير سير. واو طيب عليكم ولا الخوت. بركه عليك اللي غادي باقي. او يا سير لداخل. اش هو لداخل اصاحبي؟ راه خليك خليك الزلون اصاحبي اللي كاين. دخل صحتي. واحد البرد كاين هنايا طبيعي. يا صاحبي والبرا العافيه. وهنا كاين البرد مزيان. يلا تعال العين العين راس العين. هاي خويا وايبو ما بارده صاحبي. لا لا برا هالغاز هذا هناك 40 درجه، هنا ناقص 40. هنا غادي نديرو في القراعي ونبيعو. سيدي حمو سيدي حمو ندير الشركه ديالنا. هي الشركه غادي الشركه غنسميوها الشركه الشركه ديال سيدي حمو. اولو ما يضيع ديال يتحمو سيدي حمو ديال الماء المخزني. سيدي حمو طالبين يقليني العبو سي بوا. شوف شوف واو واو يا غالي تمشى راه غتقطيها.
خوذ الدراري مشي له باش جمله لهاد العيد هذا قلت صحاب واش شي حاجه شي شلال انت قاعد سيدي حمو انت راه مزير في بركه البركه اش بلا والو مين هذا مازال غنعمرو فيه القراعي واش ممكن داو لينا شي استوار طرات لي بينا هذه دابا عند سيدي اش كنت صغير كانوا كيقسموه بديك تناس ياك عرفتي تناس كيقول لي انت دابا عندك 5 تناسين هو الدرس 10 تناسين واش يعني هو التناسين كيديروها وفيها تقبل فيها تقبل تحت واحد الطاسه فيها تقبل تحت كيديروها حتى تعمر وتحت راه وحده عندك دابا عندك اربع دابا خلينا من تناسين حنا بينا تعاودينا شي استوى طرات لي بينا اي الصور سيدي ديال هنا عندك هاد العين هذا راه كاين الناس دابا اللي عندهم الماء وكاين اللي ما عندهم هذا هو المشكل واللي عنده الماء كيسقي به الفدان ديالو السنقار الفصه الزيتون فهمتي هذا هو المشكل ديال هاد العين عاودينا الاستوار ديال القرش السي محمد اييه القرش راه كان هنا كان هنا القرش شفتو هنا الناس وزيدو غير القرش اش قال عاودينا القصه ديال فاش خرج ليك بحال البوسكا خرج لي واحد القرش هنا واش شديتو وبقيت كنسرقو كنسرقو اش داك القرش شديتو وبقيت كنسرق فيه كنسرق فيه حتى عيا مع راسو وانا شدو وانا نقليه درتو في المقله او ياهو المهم الاخوان في الطريق ديالنا للدار تزنا على المقبره فين دفنات جده الوالده ديال الوالده ديالي الله يرحمها الله يرحمها ها هي راه القبر ديالها هانتوما الخضره القبر سام بلا الخضره القبره سام هذيك الكركنه ها تما كتشوفوا راه كلشي هادشي هذا اللي كتشوفوا قبور الخضر القبور هادو شتي المهم هادشي قديم بزاف قرا شي فاتحه قرا شي فاتحه للناس كنا نحمد ربي مصمم ربي كنا نحمد ربي الله يرزق لكم جنات النعيم اللهم امين الله يعطيكم الرضا تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم خلو ما يطلع بلا ما طلع قال لهم كنتسني قول لهم ديروا الجيم والجرس والله اخوتي ما كنضحكوا ولكن دابا هادي قال لهم تبارك الله عليكم وانا ما يدي دابا دعي لهم بالدعوه واخا ديك الدعوه اللي دعيتي راه خرجت سبونطاني فعلا خرجت من القلب ولكن راه ماشي هذاك الدعاء دعي لهم الله يرحمكم اللهم نقيهم جنات النعيم اللهم نقيهم من الذنوب والمعاصي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس تبارك الله عليكم الله يرحمكم ايه الله يرحمكم الله يرحمكم الله يرحمكم المهم الاخوان جينا عند الدار ديال العمه ديالي اختي وليد ايه ايه هذه دابا بنت اختي ولدت واحد البنت مسكينه لا غصبر ما تخرج لهم في الفيديو حتى نبينوا لهم واحد السيد واحد الفان ديالنا حتى هو من العائله ظريف عشنا معاه بزاف ديال الاوقات اللي زوينين الخوت ها هو السي الحسين مبارك الحسين هاتي مبارك كلشي بخير بخير عامر لاباس عليك كي كيجيوك الفيديوهات ديالنا مزيانين نعم كي كيجيوك الفيديوهات ديالنا تعتذروا اوه زعما الفيديوهات الفيديوهات اللي تفرج اللي غتفرج فولكين كلشي فولكين كلشي فولكين تذكرت الجيم هكا وضيع في ربي المهم الاخوان جينا عند مبارك الحسين ها هو في ضوء غمض الله يعمر هذا هو راجل اختي ياك ودابا عندي واحد الحاله استثنائيه المهم الاخوان اللي بغيت نقول لكم هو ان في هذه الدار هذه اللي ديال العمه ديالي كاينه واحد الحاله انسانيه الخوت اللي كتستدعي المساعده ديالكم والمساعده ديالنا جميعا الخوت فاللي قدر على شي حاجه قليله ولا كثيره يساعد بها هاد الناس حيت فريمون الخوت هاد الحاله هادي انسانيه ومستعصيه فكيف ما كتشوفها الخوت مسكينه ما عمرها من ذوي الاحتياجات الخاصه مسكينه ما كتنوض ما والو مسكينه هكا نهار تخلق 19 عام هذيك وهي من نهار تخلق دابا وهي في هذه الحاله هي في هذه الحاله وكنطلبوها المرحوم المحسنين يشوفوا من عينها والديها حتى هما ما في حالهمش وكيعانيو معاها وكيقاسموا معاها امها كتعاني معاها وكلشي العائله كيعانيو امها وهي ديما مسكينه من الصغر ديالها هي السن ديالها دابا 19 سنه دابا مسكينه وهي ديما هكا المهم الاخوان دابا غنوريكم الحاله الناس اللي يقدر لها غضروا خاطره ولا شي حاجه غير يدوز هذه اللقطه بلا ما شوفها يا كاسي خالي اي مرحبا لا ما كاين مشكل هذا انتم الاخوان هذه البنت هي مسكينه الله يشافيها الله يعوضها يا ربي الله يعوضها مسكينه هي خير
الله يعاودها بالخير. فكيف ما قلت لكم الاخوان حاله مستعصيه ما كتنظموا والو مسكينه ما كتحلش وخاصينها بزاف ديال المصاريف ديالها راكم عارفين الناس اللي اون ديكابي والناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصه إيه. عندهم المصاريف ديالهم غير الترونسبور للسبيطار عقاب كلشي في اليدين وكلشي يعني اعاقه رباعيه ودابا عندها 20 عام اللي مطلوب منا هو اننا نبارطاجيوها معكم في هذا الفيديو. شوف لي شي انسان الا عنده ولا شي جمعيه الا عندهم شي حاله ولا شي حاجه ما يديروا ليها ساعدهم ماديا هذا هو هذه هي المساعده اللي محتاجين هاد الناس ولا شي الا كان قليل ولا كثير الا كانت شي حاجه يدخلوها طبيه ولا شي حاجه ماشي مشكل. فاللي غادي نقول لكم الخوت الناس اللي عندهم ما تبخلوش على هاد السيده هادي مسكينه الناس اللي ما يسيريش راه يساعدوا ان شاء الله غير الدعاء راه كافي راه غير يساهمتوا بالدعاء راه الحمد لله راه كافي. فغادي نخلي لكم النمره في الديسكريبسيون وغادي نملي عليكم النمره باش تشدوها اللي ما كيعرفوش شنو هي الديسكريبسيون انا غادي نملي عليكم النمره وغادي نقيدها لكم هنايا اصلا غتبان لكم هنايا 06 38 23 01 94. الله يجازيكم بالخير الناس اللي غيساهموا الاخوان الله يجازيكم بالخير ما تكثروش على السيده حيت مسكينه ما قارياش فتكونتاكتوا معها النمره عطيتها لكم والله يجازيكم بالخير وشكرا لكم بزاف الله يتقبل من الجميع. المهم الاخوان جينا عاوتاني للبلاصه يعني الاصل ديال الوالد اللي سميتها اي تيدلس اللي هي هي الدار ديال الوالد ها هي الخوت بالضبط هنايا اي تيدلس يضرب مات لينا ديك لي صور اللي قلتي لي تاع جدك اللي فاش كان كيعسفو هذا جدي الله يرحمه عس على لبشنا هنايا في هذا الاورتان هذا لبشنا هو اسنكار هو بوب كورن الكبار عس عليه فين هنا بالضبط يعني بكري هذا الشيء بكري شحال تقريبا السنه نقول لك انا سميتو 1814 فهمتي عس على هذيك الساعه عس عليه هو زلم كحله غير بان ليه واحد يسمك واحد عزي واحد يسمك بان ليه تحت كيخول اش كيدير تما داك اش كيدير كيخول الكبال كيخولو اييه هو ينيش عليه هو يقول له برق هو يفرق على راسو اييه في الصباح دا ليهم واحد الراس واحد يقفلوا لي دا ليهم يقفلوا لي دا ليهم سميتو قال لهم صلحوا لي قال لي سير قتل واحد اخر 1814 ورضت السلوقيه بزاف الواليد بزاف السلوقيه قدش التاريخ داكشي اللي تلقى علينا السي هو هذا لا السلوقيه ورضت السلوقيه راه ليا السلوقيه دابا يطلقوا على الكل على الديب على الديب ما يتفرقش معاه كيضربوا بهنا كيضرب هذيك البلاصه مع هذيك الميدو ولكن راه سلوقي بير هذا الخوت اللي باغي يجي سلوقي يجي للبلاد راه كاين اللي راس واعرين ها انتم الاخوان دابا جيت للبلاصه اللي كنت ديما في الصغر كندوز فيها الخوت الصيف يعني كنجي كندوز هنا شي شهرين ديال الصيف وما كنملش ياه وكان واحد اللي كيدير هذا دابا هذه كيجرها حمار طاحونا كيجي انا كنعاون ديما حمار طاحونا ديما كنعاونو ها هي سميتو ها انتم الخوت البلانكي داير كانت هنا واحد العنبه ديما كناخذ فيها ديما عادي ما كنخليها الصينه والله العظيم ودا الواليد بلا سابوعي بلا والو هذه اقسم بالله انا وبنت عمتي سبحان الله العظيم اللي زرعناها الشفرجل هو الشفرجل اي الشفرجل تا هو العنب والعنب شحال سبعنا فيه تا هو يا سلام والله الاخوان الى واحد الغابه في السيكتور انا وبنت خالتي زرعناها الموضوع هذا والله انت الواليد سير على الله بسم الله شوف واش فيها الحليب بسم الله سير ود السي محمد سير بحدام لهيا سير السي محمد هكا سير بسم الله اللي حنانو بسم الله اللي حنانو بسم الله راه هذه هي البقره الحلو السي محمد بلف النار قالت له داك الزبيب ديالها تما شوف الواليد وحق ربي ما عندي ما يتسرق بعدا راه كتعرف تحلب حليب مزيان اي مزيان عندك شي حاجه حمراء لبسها دابا لا دابا انت لابس هاد القميجه غتحيدها غتسير هي دابا الطرو خصها تشوفني عمتي يلا قال لك انا كنحشم من عمتي لا ما تخافش صو قولي ال تورو لا بير لا فورو لا فوتا دا فوتا دا ميرا سيرجي الراما غراسيا موتاتشو غراسيا سخيتي تشابولا بسم الله هم بسم الله
بسم الله. يلا أبرك أبرك يا مالي أبرك. مالي أخي دايا زوك دويني رفاني عن كل سيادة عن كياسة ليني ماني سيتا تاجد. بركة بركة هذه تسكر تقيسنا ولا بركة أوياهو. المهم عاد فقنا الخوت البارح ما كانش عندنا الوقت فين نساليو الفلوغ الخوت، جينا ديريكت من البلاد الأكادير وتهلكنا نعسنا وعسنا ديريكت حنا نعسنا صافي حنا دودا يلا فقنا. نتمنى أن التصافيرة تكون عجباتكم مزيانة الخوت. بعد أول حاجة بالنسبة لديك البنت أونديكابي مسكينة تساعدوا معها. إيه بتساعدوا معها مسكينة راه بنت أختي. واحد القضية أخرى بلا ما نشوف شي كومونتيرات شي ناس كيقولوا علاش وريتوها حنا شدينا لوتوريزاسيون من عند الأبوين ديالها. امها وباها قالوا لنا ودي ماشي مشكلة بينكم. ماشي مشكل راه مساكنة كيعانيو معاها بزاف 19 عام عندها مسكينة وحالة يعني 19 عام ديال المعاناة استثنائية. الله يثبت الأجر الجميع وشكرا بزاف. وقبل ما نفينيو الفلوغ في إطار دعم القنوات والدفع بين مواهب الخوت غادي نقول لكم القناة دير واحد البنت سميتها نسرين نوصاديلا. هاد البنت هادي كدير فيديوهات في يوتيوب كدير فيديوهات اللي واعرين بزاف. غادي نخلي لكم رشيد ديالها في الديسكريبسيون الخوت. وقبل ما نسالي الفلوغ نقول لكم ما تنساوش واحد لايك كومونتير زوين الخوت بارطاجيو الفيديو وشكرا بزاف. يعطيكم الخير. اصبرتوا وصلنا ل 100000 ولا يوا وصلتوا الفيديو اللي فايت البارت الاولى ل 100000 لايك. اييه حيت وصلتوا الفيديو ل 100000 لايك الله يرحم والديكم الله يعطيكم الخير. فشكرا بزاف. شكرا لكم. وما تنساوش تابوناو بعدا في الانستغرام اللي هو هذا. اييه برطاجيو بيس ليكم. تبارك الله عليكم ديما الجيم وطلع.